طيبة المديوني في المستير هبطت بليغ تعلم فيها المواطنين أنه باش يتم قيام بحملة إبادة للكلاب السائبة بالمنطقة بداية من اليوم 9 متاع الليل. ركزوا معنا لأنه حشتنا بالمعاء وضت اتصلنا بسي منير بن ابراهيم كاتب عام بلدية قصيبة المديوني باش نحاولوا نفهموا علاش مشيو في الحل هذا. إبادة الكلاب معناتها يقتلوا فوالا معنا فما كلاب وصل البلاد بعض المدارس وبعض المعاهد هاجمت أطفال صغار وقتها احنا يلزمنا نتحركوا دونك ما عندناش الترناتيف أخرى ما نجموش مثلا ما عندناش أماكن وين إيواء الكلاب هذيا نوليو نمشيو في القنص وبرا ما عندناش طريقة أخرى فما نشطاء مجتمع مدني معنا تجاوب بحذانا وحاولوا يلقاو حل المشكلة هذيا في إيواء الحيوانات الشاردة هذيا احنا كبلدية وحدنا ما نجموش معناها نقوموا بالعملية هذيا لازم فما معاهدة مع المجتمع المدني ومع الجمعيات برفق الحيوان حتى أنه من النقافة محل كسوا يعطيهم يتبناهم الناس ولا نشوفوا حل آخر. كما نعرفوا اللي نجيب القاضي من أكثر الناس اللي ديما يقوموا بحملات ضد قتل الكلاب السائبة في تونس تواصلنا معاه هذا اللي قاله لنا. حكاية القنصة دي متاع الكلاب السائبة رأي معناتها ساعة والحل ماهوش حل على خاطر ما يوصل لشيء وأنا شفناه معناتها لين عوام وعوام عشرات سنين وحنا نقتلوا في الكلاب في الشارع وما وصلناش حتى باش نقصوا من العدد نتاعهم دونك ماهوش حل جذري بالكل زادا ما نجموش اليوم نعالجوا المشكله نتاع الكلاب السائبه بالطريقه اللي انسانيه هذه الكلاب هذوما والقطات اللي في الشارع راهو ما عطلوش علينا من السماء هذوما احنا طيشناهم في الشارع احنا رانا لو كان جينا معناتها واعين باهميه التعقيم نتاع الكلاب والقطات معناتها نعقبوا كلابنا وقطاتنا في الشارع في ديارنا راهو ما يتكاثروش وما نتلزم تلزوش العباد من بعد يجيوا هي تولد الكلبة من هون يطيشوا لأولادها في الشارع مرض الكلب معناتها حاشيكم اللي هو موجود مازال في تونس ورجع وثما ناس مازالت تموت به دونك هكا نمشيو نبعثوا عباد يمشيو يبداو يقتلوا فيهم على بعضهم وما نمش نوصلوا حتى شيء بالعقلية هذه على خاطر معناتها العالم نعانيه في الكلاب والقطات في الشارع لينا عوام وعمرهم ما نقصوا ماشيين يتكاثروا فهمت دونك عاد نشوفوا توا شويه بلديات في تونس عند الوعي هذايا قاعدين يحاولوا انهم يعملوا دي سونتر دو ستيريليزاسيون دونك نعملوا مراكز لتعقيم الكلاب والقطات زاده كيف كيف ومن تلك 5 6 7 8 سنين صدقني ما عادش تشوف كلب في الشارع. واضح نجيب بالقاضي قال لابد من التعقيم ورئيس البلديه قال ما عندناش اماكن دونك مع ولا ضد قتل إبادة هذه الكلاب مثلا أنا نلاحظ في ريانا في سكرة في كذا ما عادش يقتلوهم قبل كنا نبدأ قاعدين ونبدأ نسمع طاف 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 وساعات نلقى مرأة تبكي تقول قتلوا لي كلبي رو كلبي خرج قتلوه وكذا ما عادش فما الإبادة التعقيم ولكن يبدو أنه ما همش يعملوا في التعقيم خاطر أنه في حومتي فما مينيموم 30 كلب يحوصوا في الليل دونك مع أو ضد الإبادة سفيان شنو ما نحبش نقول مع أو ضد الإبادة لازم نكونوا ضد إبادة الكلاب شنو الحل سفيان؟ والله ضد كي سمحني الشوط الأول من مباراة الترجي والهلال السوداني وفاث مين بلاش الهلال السوداني وجاو زوز فرص هامة للهلال السوداني كانت نجم ضعف النتيجة طارق ثابت مطالب بتعديل الأمور خاصة الفراغ الدفاعي زوز هفوات دفاعية كبيرة خلت الترجي يتمركلو زوز أهداف من ربع ساعة لولا وي سفيان والله ايش عندي ما نقول بالله نفر هذه كلاب معناتها سايبه كان سايبها اختر كان باش تهزها وين عندك باش تهزها قالك ما عندناش اماكن ما لقيناش كيفاش اي معناتها شنو ما نعرفش والله انا بيدي كنت حط انا في موقف كما هذا ما نعرفش شنو نجم نعمل خاطر مثلا احنا صايرنا مثلا تو غاديك عندنا مرة أنا كلب مكلوب أنا عض واحد في وسط في وسط هو 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 نجيب القاضي يقول بالتعقيم ما عادش يتكاثروا يظهر لي مش يعملوا في التعقيم ولي أنت ما عادش نوا أنا ضد القتل معناها والحاجة من تشكي من تكوي من حامية من تكوي من تكوي خاطر تو تسيب زاد الكلاب معناتها في الشارع صغار وكذا وثم برشا حاجة معناتها حالات صارت نتاع معناتها اعتداء كلاب على صغيرات ولا يفجع ولا مرة حبلة متعدية تتفجع ولا أما القتل موش حل زاد لازم ثم حل يعني هذه مشكلة يعني الدولة لازم معناتها تعمل حل للحكاية هذه الحل هو التعقيم التعقيم ساعدي شنو نقول بسرعة الحل الوحيد هو التعقيم الحل الوحيد هو التعقيم انا ما عرفش اسكو مازالت جمعية الرفق بالحيوان ولا هنا ولا ما
كنت مش مشكله كيما تعرفش تو نحكي مره اخرى كي تولي تعرف الحل الوحيد كنت نجم تدخل الجوجل تتعرف فما الجمعيه ولا نحكي لك هذوما حتى مثلا البلديات الصغيره اللي بحق ما عندهاش حتى امكانيات باش تحط معناها الكلاب هذوما كل شيء كانوا نجموا يلموهم مثلا في سنتر مثلا كبير يجيبوهم لتونس لهنا حكي تو بلديه تونس تقبل من بلديه اخرى لا معناها الكلاب السايبه هذوكم كلنا يجيبوهم لهنا لا اعتقد انه هذا حل بلال والله انا باش نقول لك انا الحقيقه ضد معناها قتل الكلاب السائبه وزاد ضد انه الكلاب السائبه تبقى طايشه تبقى سائبه معناها وتضر المواطنين خاطر الحقيقه معناها ما تقوليش فماش كلب الغالب ينقز على مواطن ينحي له شطر وجهه فهمني ولا يشكون بعد باش يرجع واحد من الناس ما نكذبش عليك انا مثلا ما نحبش نراهم في الحومه مثلا ما نحبش زاد عندي صغيرات انا كي يقدمني وما تعرفش عليه وقت ما تعرفش عليه شنو امر الكفيده في الشارع وكذا دونك مش كيما قال سعدي يلمهم الكل يعني ويجيبهم من شوف ايش نقول لك كيما قلت انت بليل باش نقص باش نمشي الموضوع ما لقيناش حل بشار باش نلقاو الكلاب مش مشكل ان شاء الله نلقاو حل في القريب بيا الزردي معقول مش معقول قولوا لنا خلينا نحكيوا على التيلي رياليتي كلام قالته بيا الزردي البارح يا نورس وقتاش قالته توجهت به العربي السنغريه في جودي تو خلينا نسمع شنو قالت وبعد نرجعوا نعرفوا وكنا قاعدين نكبروا باش ربي وصلنا سلامات العربي عربي ان شاء الله ربي يوصلنا سلامات شو في بالك مش صغيرة نعم 71 حاجة كها سلامونجي زمي تلابيها شوي هاي طور رجل غلفوها انا دخلت على دخلت على جوجل نلقى بين بيا وعم حسن 115 لهنا اشارت لسنيه وكي تقص في سلامونجي دونك هو يتمقعر على عمرها وهي تتمقعر على فمو سلامونجي الملاحظات هذه معقول ولا مش معقول تتعدى في التلفزة كل واحد يقول لي ملول معقول ولا مش معقول سفيان مش معقول اما متكاثرة سوفيانا متكاثرة خوي ولينا نحكو في كل شيء ولينا مناها نطيحوا في القدر في كل شيء كينو مناها وفات المشاكل وفات النكت وفات التفدليك بتاع نوع اخر طحنا فيه تفدليك بتاع انت منتها بتاع واضح وليد معقول مش معقول مش معقول مش معقول لازم نلقاو طرق اخرى بتاع نتاع تفدليك اخرى معناها على الاقل فما معناتها فيها رشي معناتها ريشيرش نو في الضامره شويه مش مثلا على عمرك ولا على واضح كل... واضح عندي ملاحظه سعدي معقول مش معقول مش معقول مش معقول خاطر تحسها ماهيش تحسها كيما قلنا احنا في في تتيح القدر فهمتني في انا بالنسبه لي انا مش معقول بلال قل لي معقول ولا مش معقول الاشكاليه لهنا انه نحن بدنا نفدلك على عمر سفيان من قبيل حبيت تقول مش معقول باش نفرش لكم فاز الدمار نتاعك لا باش نفرش لكم نجم نضيف على دماغك حاجه اخرى خلي بلال يحكي ما حصلش الاشكاليه مش غادي الاشكاليه انه المشكله تويكا بيا الزردي بار اكزومبل تو من اللي رجعها نوفل معناها للتلفزه وكذا ولات اكثر المشاكل مع اكثر الناس اللي تجي تقول بيا عمرها بيا كبيره بيا كبيره يعني سي بون تنجم تلقى لها جو اخر تنجم تفاز اكسي اخر تفازيها به خاطر قعد وعرفت معناتها بيا تنجم تكون ملاحظتها معقوله لان تدافع على روحها قاعده بطبيعه لانه هو العربي سنجري بدا يتمقر على عمر بيا يا اخي رجعت له قد ما قد سنيك نجم بالحق خاطر كان لاحظتها اي حد يدخل في كلاش مع بيا اول حاجه يمشي لعمرها دونك وليت ياسر روتينيه الحكايه تنجم تحكي لها على الكارير نتاعها تنجم تحكي لها على واضح تراه انت محايده نورس هذا تبعدوا شويه على عمر بيا خاطر صايي معناها انت معناتها كل برامج تلفزيونيه هكا ولا تحكي باش من معناتها حسيت مين فيها برشا ملاحظات باهيه وكذا يعني كل الترك شويت ديما مواضيعها هكا ولا يعاودوا في نفس الكلام ما فماش اجتهاد فماش كرياسيون اون بلوس تحس فما في البعض فيهم بطبيعه سطحيه الحقيقه معناها يسيبوا لك اوكي تنجم هاو نحن الاولاد مثلا حسمه نشوف يفادلك وكذا اما تظهر تفادليك اما ذي بحد ذاتها كلاش معناها سبب مش يوصلوا مثلا للرقي ولا احنا الحمد لله كنا وقت امور جديه يعني البرنامج الثقافي الاول في تونس وما زاد ما الواحد مش هكا ولا ايش قال صحيح نورمال يلا نذكركم باش نرجعوا للساعه الثانيه غريب في الامر معناها 3 سنين بايا كبيره وكل عام في تكبري وغادي امور جديه بدا 2016 ايش عندنا 6 سنين تو برك الله 7 سنين يلا اطلبونا واحكيوا لنا وشاركوا معنا في المسابقه على 31 328 328
28 ولا 31 328 330. الترجي خاسر 2 بلاش مع الهلال السوداني. تو نتبعوا لكم الميتون ثاني لهنا في المباشر. مريم بوقديده تقدم الاخبار، محمد امين يقدم سبور. نرجعكم في الساعه الثانيه، هذه ديما لاباس. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزه الكافيين اللي تعطيك الانرجي. معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعه من 6 ل 7 تاع الصباح. ديوانا فام صوتكم. الصباح هو رفمك ورفمك هو الصباح. رفمك رفمك من الليل للجمعه من 7 ل 9 ونص. خلي صباحك كول، خلي صباحك رفمك. ضحكتك كبيره وطلع عمركم وطي مخا بارو موسيقى ومار وش قالوا الستار الكل معنا. ديوانا فام صوتكم. مرحبا بكم، هل اختص سعيد فرحان برشا 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 برشا. جعفور دو روتور، ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من 9:30 حتى النص نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان فام من الاثنين للجمعة من 9:30 حتى النص نهار. الحاضر يبلغ الغايب. ديوانا فام صوتكم. هنا آخر الأخبار والتطورات، هنا أهم الاستضافات. كالعادة كل نهار من اثنين للجمعة في هنا تونس من نص نهار للماضي ساعتين. هنا تونس مع معز بن غربية. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها.